السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير مع فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم غادي نقترح عليكم حلوة بلا زبدة، كتجي لذيذة وهشيشة، نتمنىكم تجربوها وكتخرج لنا جوج ديال الأشكال وجوج ديال المذاقات. بسم الله على بركات الله. بالنسبه للمقادير كنحتاجوا لكاس تاع الزيت، كاس تاع مايزينا، كاين عندنا كاس تاع السكر، كاين الدقيق، كاين جوج تخميرات نتاع الحلوى، كاين جوج ديال البيضات، وكاين الشوكولاته غبره. كناخذوا البيض كنخدموه مزيان مع السكر، كنزيدوا الزيت ومايزينا، كنخدمهم مزيان. في الاخير كنزيدو الدقيق مع الخمارات تاع الحلوى، كنجمعو العجينه ديالنا، كتكون العجينه خفيفه ماشي قاسحه. ها نتوما كتشوفو واحد المتتبعه راه حدايا كتعاوني. بالنسبه لقوام العجينه كيكون خفيف، كنقسمها على جوج، نص كندير له الشوكولاته ونص كنخليه بيض. كنشكل الحلوى على شكل كوارات، كنديرهم من الفوق لوزه.
كندخلها للفران من تحت النار خصها تكون فوق الحلوه باش كتشق، ومن بعد كنديرها من الفوق. هذا هو الشكل النهائي نتاع الوصفه نتاع اليوم. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا باللايكات البارطاج والاشتراك باش يوصلكم الجديد ديالي.